آن الأوان لحديث مهم، لحديث من القلب. كواليس كتيرة جدا جدا تتعلق بالعملية الانتخابية في كل الأندية المصرية، وأيضا تتعلق بإقرار قانون الرياضة. أنا عارف أنه حضرتك ارتقيت الصمت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، كان في انتقادات كتير، هجوم كتير، في انتقادات لازعة، في انتقادات أنا عارف أن حضرتك كنت تتقبلها. أعتقد أنه حضرتك النهاردة حابب تتكلم في أمور كتيرة جدا. أنا عايز أعرف منك كواليس إقرار قانون الرياضة، وليه أصر المهندس خالد عبد العزيز رغم أنه كان في تحذيرات أو خوف أو قلق من أنه انتخابات كل الأندية المصرية بمراكز الشباب تتعمل في نفس التوقيت؟ الحقيقة يعني ممكن أبتدي بدري شوية، لكن علشان السادة المستمعين والمشاهدين يقدروا يتابعوا معنا. إحنا لما تولينا وزارة الشباب والرياضة كان عندنا شيء مهم جدا، أنه في إقرار من الحكومة المصرية أن لا انتخابات ستتم على قانون الرياضة الجديد القديم، لأن قانون الرياضة القديم باختصار بسيط جدا بيعطي كل الحق للوزير المختص أن يضع كافة اللوائح اللي على أساسها بتتم الانتخابات. وده أصبح في عرف الرياضة العالمية مش مقبول. المفروض أن كل جمعية عمومية خاصة بأي هيئة رياضية، سواء هي نادي أو اتحاد أو لجنة أولمبية، تضع اللوائح الخاصة بها اللي على أساسها تتم الانتخابات. عظيم. وبالتالي كان هناك اتفاق أن الانتخابات التي تمت في الاتحادات الرياضية في عام 2012 و2013 والانتخابات التي تمت في الأندية عام 2014 هي آخر انتخابات تتم في مصر على القانون القديم اللي هو قانون 77 لسنة 75. وبالتالي كان بيحصل مد للبعض اللي كان وكان بيحصل المد، لأنه لما خلص المدة بتاعتهم كنا بنمد، لأن ما فيش قانون جديد لسه صدر، وبالتالي مش هنقدر نعمل انتخابات على القانون القديم. فكان لابد يبقى في الاول لابد ان نصيغ قانون رياضه جديد. طيب عشان نصيغ قانون رياضه جديد طبقا للدستور في مادته رقم 84 بيقول اذا عملت اي قانون جديد في الرياضه او غير الرياضه لابد لما تعملوا هذا القانون ان يتوافق مع المواثيق والمعايير الدوليه وقت ما بتعملوا هذا القانون. ده الدستور المصري في مادته رقم 84. يبقى لما نيجي نصيغ قانون جديد للرياضه لابد ان يكون هذا القانون يتوافق مع المواثيق والمعايير الدوليه اللي بتقول ان كل جمعيه عموميه في اي هيئه رياضيه هي التي تضع اللائحه بتاعتها. عظيم. طيب علشان نيجي ننفذ هذا الامر وانا عندي اكتر من 677 هيئه رياضيه عايزين نعمل لها هذه الجمعيات الخاصه، النادي ومركز شباب، بين النادي ومركز شباب واتحاد رياضي ولجنه اولمبيه وكل هذه الامور. طيب انا لو قلت لكل هيئه رياضيه اعملي اللائحه بتاعتك، طب افرض اللائحه دي الهيئه دي قعدت سنه تعمل اللائحه، سنتين تعمل اللائحه، ثلاث سنين تعمل اللائحه، يبقى كان لابد من واحنا بنحط هذا القانون ان احنا نضع وقت محدد نقول فيه ان المده ديت هي المده اللي المفروض تعمل فيها الجمعيه العموميه الخاصه. طب لو ما قدرتش تعمل كده خد لائحه استرشادية كويس. خدها اشتغل عليها انتخاباتك، وبعد ما تنجح وتعمل انتخاباتك يبقى عندك الوقت وعندك الآلية اللي تستطيع أن تضع بيها اللوائح بتاعتك الخاصة، تعمل جمعية عمومية وتدعو لائحة جديدة. ونضرب مثل بين ثلاثة، مثلا النادي الأهلي عمل انتخاباته على النادي اللائحة الاسترشادية، نادي هليوبلس ونادي الجزيرة عملوا اللوائح بتاعتهم وعملوا عليها الانتخابات كويس. وتمت الانتخابات في الاثنين، وبالتالي النادي الأهلي دلوقتي بيعد علشان يعمل جمعية عمومية جديدة يضع فيها اللوائح اللي تناسبه، لكن في مجلس إدارة منتخب مستقر موجود لمدة 4 سنوات، ويختار هو التوقيت المناسب اللي يضع فيه اللائحة اللي يدعو ليها الجمعية بتاعته ويقدر يعدلها.